السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم مجددا في بث مباشر آخر. مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين قناة مغارب نيوز، بلا شك أول حاجة كنتوجه بها للمشاهدين الأوفياء وجميع المغاربة وجميع الشعوب العربية والعالم كله، خصوصا عائلة الطفل ريان. من هذا المنبر هذا ومن هذا المكان اللي احنا فيه الآن ومعنا شيماء، طبيعة الحال شيماء اللي غادي نتكلموا في القصه ديالها، غير اولا كنتمنوا الرحمه للطفل ريان، تعازينا الحاره لكل اسره ريان ولكل الشعب المغربي. غادي تبقاو معنا. اول حاجه غادي نعرفوا الجديد في قضيه الطفله شيماء اللي امامنا واللي كتشوفوها معنا مباشره. غنشوفوا الجديد ديالها، فين وصلت القضية ديالها، فين وصلت الأمور ديالها. وقبل ذلك شيماء بغات كذلك تقدم التعازي الحارة ديالها لعائلة ريان، تبعات القصة ديال ريان كجميع المغاربة وجميع العرب وعلى الصعيد العالمي. تبعات شيماء كذلك القصة ديال ريان اللي بغات أنها تعزي في الأسرة ديال ريان، ورغم أن ممكن صعوبة في الكلام ديالها ولكن غادي تبقاو معنا. شيماء كي داير لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. انت دابا بغيتي تعزي في ريان ياك؟ تعزي في ريان. قولي شي كلمه لريان، العائله ديال ريان. الله يرحمه. سمعتو مسكينه، يعني شيماء كتشوف الاعلى، هذا معناها كتقول الله يرحمه خوها الصغير. قوليها الله يرحمه. مسكينه كتقول الله يرحمه. حنا كذلك كنتمناو لها الرحمه. اختي ناديه، قبل ما ندخلوا في الجديد ديال شيماء، بغيتي تعطينا كلمه. قلتي بانك تاثرتي هذه المده ديال 4 ايام، قلتي لي ما نعسيش 5 ايام، ياك؟ انت وشيماء الا كان بالامكان ان قبل ما ندخلوا في القضيه ديال شيماء انك تعطينا، بحكم انك انت قريبه لبنتك الله يخليها لك والله يشافيها، وبطبيعه الحال بغيناك تعطينا الحاله اللي كانت على شيماء طيله هذه المده، اللي عاودتي ليا بانه كانت كتبعنا لحظه بلحظه. مكانش كتب. بس السلام عليكم. عزاؤنا واحد في ولدنا ريان، راه ولدنا حتى حنايا وتألمنا ليه بزاف والله يعطي الصبر لوالديه، والله يعوضهم الصبر، والله يجعلهم من اهل الجنه ورا طيور من طيور الجنه. بقى فينا بزاف، ولدرجه ما شيماء والله العظيم الا من نهار 3 بالليل وهي التليفون حداها، جوج تليفونات وهي كتراقب، والسبعة الصباح كنشعل تاني تقول لي ما درا خرجوه. نهار الاربعاء في الليل كتقول لي راه مات، عندها احساس ما عرفتش، كتقول لي راه الوليد راه ميت. كنقول لها لا بنتي، كتقول لي لا ماما راه ميت. اي والله يجعله من اهل الجنه. وتاثرت به وما كانش كتاكل مزيان والله، وبقات كتبكي اللي خفت عليها، لدرجه خفت عليها كنقولها صافي راه داكشي ديال الله. وقالت لي لا، خصهم يعتقوه، خصهم واخا على الاقل يجبدوا يشوفوا كي داير الحاله ديالو. ايوا عزاؤنا يعني تاثرت مسكينه مع الوليد بزاف. ماشي راه ولدنا، ولدنا كاملين صراحه، الدار كامله، لدرجه اللي طلع ريان بان ريان والله العظيم، والله العظيم الا بغيت نمشي للطبيب قالت لي لا تنشوف ريان شنو وقع. والله القاسم تاثرت به بزاف، ماشي شويه. انت ما كتشوف الحاله ديالو؟ الحمد لله. ما راه بكات في الخفاء حتى انا بكيت والله. الحمد لله. الله يجعله من اهل الجنه، الله يصبر والدي ويعطينا حتى حنا الصبر. هذا راه ما غيتنساش، هذا راه دخل التاريخ. الحمد لله. والله معجزه من المعجزات والله العظيم. انتم الله يعطيكم العوين والصحه والله والامن ولا كل شيء، ولا سيدنا الله ينصره. حتى هو راه دار مجهود مع ذاك الوليد، ولكن الله غالب، الله اللي قادر على كل شيء. شكرا. اذا كما استمعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء، مشاهدينا قناه مغارب نيوز، كانت هذه التصريحات ديال الام ديال شيماء. طبيعه الحال شيماء يعني انتم عارفين بانه مسكينه يعني شابه، حكمت على الظروف وشاء الله سبحانه وتعالى انها تكون يعني معاقه. الان يعني هي على حسب الرغبه ديالها، قالت لك قبل ما ندخلوا في القضيه ديالي والجديد ديال القضيه ديالي، طبيعه الحال احنا ما يمكنش نتواصلوا بواحد الطريقه، واحد الكيفيه اللي هي ربما قريبه بزاف، نقدر ما كنتواصلوا مع الام ديالها اللي كتحاول توصل لنا الافكار ديالها هي، حيت بالصعوبه بما كان اننا حنا نتواصلوا مع شيماء. ولكن حسب الرغبه ديالها بغات يعني تعزي العائله ديال ريان، بغات تعطي هي الكلمه ديالها، استمعتوا الكلمه ديالها. الان كنتمنوا انكم تعيشوا معنا الجديد ديال شيماء. اختي ناديه،
طبيعة الحال كنا معكم وكنا الحمد لله، ربما غاديش نقول الناس باقين مع احترامنا لجميع المنابر، الحمد لله تواصلتوا معنا، مشينا في القضية ديال الشيماء، كان تعاطف الحمد لله ديال المغاربة لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. أختي نادية، بغيناك تعطينا شنو وقع من أول فسجلنا معكم. حنا الان كما شتي كانت العديد من الامور اللي تراكمات والعديد من المساله ديال الرايان، يعني العديد من الامور اللي ما غاداش تنسى كل شيء تركنا لها، كل شيء اي حاجه. بالنسبه للقضيه ديالها من فاش وقعت شي رايان، كل شيء تحبس لها المنابر، لا كل شيء، حتى حنا حبسنا القضيه ديال شي ما تنشوفوا شنو كاين، لكن الله اللي بغى. المهم بغينا الجديد. المهم على شي ما انا كنشكر الناس اللي عيطوا ليا. المهم اللي درنا الفيديو ما كامل الساعة، التليفون ما سكتش والله العظيم. كنشكر هاد القناة وكنحترم الناس اللي خدامين فيها، أستاذ مصطفى وأستاذ يوسف وكاع المصورين. قناة في المستوى، عمرني ما شفت بحال هاد القناة والله العظيم. ماشي كنشكرك، هادي حقيقة والله العظيم. أنت شيماء كتحماق على القناة ديالكم. صح شيماء، والله العظيم فيها كتبغي القناة ديالنا. عزيزة عليا بزاف والله، وفيها ناس محترمين الحمد لله، والكومنتات محترمين في المستوى. كنشكرهم بزاف بزاف والله على الدعوات اللي دعوا معايا، يعني هزوا لي معنوياتي بزاف، ما بقيتش كنحس بالتعب اللي تعبت معاك. الحمد لله والله، وليت كنحسي براسك ماشي بوحدك. وحق الله العظيم، وليت حسيت بالناس شاركوني هادشي المشاكل ديالي وديال بنتي. الحمد لله، كنشكرهم بزاف، وكنشكر اللي ساعدوني. راه مازال شي ما خاصة ساعدوني، كنشكرهم بزاف، الله يجعل لك ميزان حسناتهم، ولكن راه شي ما مازال خاصة. اشنو اللي باقي خاصك تتكلمتي معنا؟ يعني الا ما خانتناش الذاكره، كنتي تكلمتي معنا انه العمليه اللي خاصة شيماء، كنشوف دابا الان وقيلا هذه اباري درتها لها، درتها بفلوس اللي صيفطوا لي الناس، بس ما كان عندي حتى شي حاجه. اذا المشاهدين الاوفياء كما كتشوفوا معنا مباشره، هذه هي العمليه، هذه لاباري الاله اللي استعملتها الام ديال شيماء لشيماء كما كتشوفوا معنا مباشره. ياك هادي باش يتصلحوا لها العصب ديالها. ساعدوني الناس الله يكثر خيرهم بداكشي اللي عطاوني. المهم درت لها لاباراي والشي الاخر انا حاطه، ولكن مازال خاصني بزاف العمليه. ساعدوني الناس ديال هولندا الله يجازيهم بخير، السعوديه واحد السيده الله يكثرها بالخير، كنشكرها بزاف، وكاع اللي دعا معايا واللي عيط بغى يشوف شيماء واللي هادي الله يجازيهم بالخير. شيماء راه مازال محتاجه، مازال كانت كتواصل معاك واحد الاخت من السويد ياك شيماء؟ الحمد لله، امريها الحمد لله، شكرا هي والزوج ديالها. والاخ السوري شكرا لهم بزاف، ساعدوني كلشي كاع جميع الحمد لله. صراحه لا من المغرب ولا خارج المغرب، الاكثريه من خارج المغرب. المهم الحمد لله حسيتي بان باقي خير في الدنيا. والله العظيم ما كنتش منتظره هكا، والله العظيم ديك تليفوني ما سكتش حتى جات القضيه ديال ريان علاش تحبس شويه المكالمات. وما زعما صراحه ما انتظرتش هذاك الاقبال على بنتي وفرحوني الحمد لله. يعني ندمت اللي خبيت هذه المده كامله، ما كانش كون بينت من قبل. كل حاجه كتجيب وقت ديالها الحمد لله، كره دارت مسكينه العمليه، كل حاجه كتجيب وقتها. دابا معنوياتها مزيان فرحانه، يعني حتى دارت العمليه تكون نفسيتها بخير. سوليها لنا اختي ناديه، سولينا شيماء هي فرحانه بهاد لاباراي اللي دارت. فرحانه شيماء، فرحانه بزاف، هي غاده فرحانه مسكينه، هي باغا دير الترويج. دعي مع المغاربه يا ربي، دعي مع المغاربه مسكينه كدايما كاملين. فرحانه، يعني كيفاش شفتي الحركات ديالها، هي ملي كتهز راسها للفوق يعني فرحه، يعني كتقول يا ربي فرحانه زعما، وكدير ديك ها، يعني كتدعي مع جميع المغاربه، يعني باش تعرفوا بان الحمد لله الدعاء ديال هاد الناس هذا دعاء مستجاب الحمد لله. صح، باش الف واحد يدعي معاك راه ما سهلاش. واحد كا باش يدعي معاك، انا ما انتظرت والله، والله ما انتظرت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى كومونتير ما خير، كلشي في المستوى، يعني باقي الحمد لله باقي الخير اكثر. والله العظيم كاينين ناس زوينين والله الحمد لله، المغاربه ماشي المسؤولين. مسؤولين، انا ما جا عندنا حتى حد ما سول شيء ما الا المغاربه الحمد لله، المغاربه الحنا اللي قرابين من المسؤولين. لحد الان ما جا عند شيء ما حتى شي واحد. كان شوفي حنا نقدروا كما كنقول لك اتخذ لي اخيك المسلم بضعا وسبعين عذرا، تقدروا تاخذوا الاعذار على ما تقدروش تحكموا، غير دابا من خلال التواصل ديالنا معاهم عاد غيمكن لنا الحكم. دابا حنا ربما نتواصلوا معاهم وديك الساعه يمكن لنا نحكموا، بطبيعه الحال حتى المواطن المغربي تجي منهم، كنا نتمنوا زعما تبقى فيهم تجي منهم. اختي ناديه، انت تبارك الله القلب الكبير، ربي يخليك، هذا الشيء اللي عرفنا عليك الحمد لله. مادام انك مراقبه هذه البنيه هذه ومواصله معاها المسار ديال الحياه،
فاكيد القلب ديالك كبير. اذا حتى القلب ديالك كبير الحمد لله غيكون العفو ان شاء الله. اذا اللي كنتمنى واللي كنتمنى اشنو هو الرساله ديالك مثلا؟ اعطيتينا مثلا الشكر للاخوان اللي ساعدوا معك، اشنو هي الرساله ديالك للمغاربه؟ وشنو هو اللي بقى مثلا شيماء بقى محتاجه ليه باش شيماء ترجع لينا واحد الانسان ربما اللي كما كنقول الحمد لله راه كاين نتائج كاين ياك ياك يا شيماء؟ الحمد لله كاين نتائج معنا عادي الحمد لله. ها هي كاين تحسن ياك شيماء؟ ها بزاف ماشي شويه كاين تحسن. تنفسيته زوينه داك الشيء النهار الاول كنت دابا فرحانه بزاف الحمد لله. هذا الشيء اللي بغينا فرحانه. شكرا لك يا خويا بصح مرحبا. فرحانه بزاف ماشي شويه. وكيما كتعرفوا شي ما مازال خاصني العمليه، راه ما جمعتش الفلوس كاملين وخاص هكا الروسه ديال الضو حيت مازال خاصها الترويض على مده اللي بغى يصبر عليها بشي كروسه. وخاصها انا موسيه ميديكال راك عارفين ملي كيدير العمليه الواحد خاصة الدواء وخاصة الترويض. هادشي اللي خاصة شيماء اللي بغى يساعدنا الله يكثر خير الله يجازيه بالخير. إذا مشاهدينا الأوفياء مشاهدين قناة مغارب نيوز، الجديد ديال شيماء هو هذا. هي بطبيعة الحال مسكينة ما كتقدرش توصل لكن كتكتب. لكن شيماء كتب لك هاد القضية ديال الكتبة راك باقي غشانة فيها شيماء. كضحكي راك باقي غشانة شيماء ما تقدرش. خاصة طابليت ياك ما توصلتش. شنو خاصك شيماء؟ طابليت باش تكتب كتبه ما يطيحش لها التليفون حيت ملي كتحط التليفون تيطيح لها. يعني مثلا طابليت مثلا شي حاجه كبيره باش تبدا تكتب ما تقدرش تحكم فيها باش تحكم فيها حيت الا طاح لها التليفون ما كنتش معاها كتبقى. اذا الطابليت مثلا ما كتحكم فيها بشكل كبير كبيره وغتكون كتبه باينه كبيره وهذا. بصح شيماء وباغا تقرا لونجلي سمعوها منك انت شيماء وباغا تقرا لونجلي قالت لك حيت عربي الفرنسي ما درتها لها مازال باغا دير لونجلي قالت واش تعرف تزيد طور ما تبقاش كازا. دابا شحال من لغه دابا ولات كدير شيماء؟ فرنسي العربيه شي شويه ماشي بزاف ولكن فرنسي مزيانه كتابه صحيحه. دابا انت لاله شيماء دابا اللي بغى يهضر خاص يكون قاري ياك كتبه قول لي اللي بغى يهضر خاص يكون قاري ياك كتبه الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. اذا رسالتك اختي ناديه، الرساله ديالك للمغاربه على داخل ارض الوطن، الرساله ديالك اختي ناديه وشنو تبغي تقولي مثلا؟ شنو تقولي لهم مثلا؟ الرساله للمغاربه بغيت نقول لهم يزيد يساعدوني. راه كيما شفتوا الحاله ديال شيماء خاصه مازال انا باغا نديرهم ولكن ما عنديش مدخول ما عنديش ماديا. انا راه مقابله كلشي ولكن ماديا ما عنديش. ساعدوني خوتي المغاربه، زيدوا ساعدوا اختكم شيماء وبنتكم شيماء باش تكملوا لها الفرحه ديالها. دابا هي فرحانه ومعنويتها مزيان. انا عملت لها لاباراي اللي كان قال لي الطبيب ها هي الحمد لله الايد ولكن من وراء خاصها الترويض. يعني خاصها الترويض؟ خاصها الترويض. انا شفت الان كيبان لي بانها ديالها وفي اليدين ديالها. ضروري هادو ضروري هادو من الوقفات ديالها مع الترويض من بعد غتحيدهم. يعني ما يمكنش غتجيو يعني دابا واحد المده ديال الترويض خاصها واحد المده ديال الترويض والعامل النفسي غتولي. واش ما قالوش لك شحال هاد المده شحال؟ على حساب المقابله وعلى حساب نفسيته. يعني عام عامين ترويض طبيعي ضروري تقرا الترويض ضروري. لا ضروري الترويض هي دابا غير تقادوا لها العظام يديها ورجليها تقادوا ليها. يعني الحمد لله مزيان دار الترويض غتبان النتيجه ماشي بحال ديك الساعه يدها دايره وكندير الترويض راه ما عمرها تكون شي نتيجه. يعني الحمد لله مشاهدينا الاوفياء الحمد لله. يعني صراحه هذه للامانه للامانه حنا وكما كتعرفوا علينا الحمد لله حنا لا نزكي احدا لا نزكي انفسنا الله يزكي من يشاء. حنا غير للامانه كما قلنا حنا الحاله اللي كانت على شيماء بالمقابل على ما هي عليه اليوم الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وبفضل حتى اللي ما تعاونش كيتعاون غير بدعاء كلمه طيبه كيقول الله يشافيها الله يجيب لها الشفاء. كيحاول انه يبارطاجي المشكل ديال شيماء كيحاول انه يبارطاجي المعاناه ديال شيماء ففي حد ذاتها هذه مساهمه منه. ما يبخش هذا العمل يقول لا راه ما كيف والو لا. الحمد لله اي راه كلمه طيبه صدقه. وحنا كما قلنا للامانه فالحاله اللي كانت على شيماء بالمقابل ديال هذه الحاله اللي هي اليوم كاين الحمد لله تحسن. وهذا من بعد الله من بعد فضل الله سبحانه وتعالى فضل فضل دعواتكم وفضل التعاون ديالكم مع شيماء. فضل الدكتور رفيع صراحه فضل ديال العظام في المستوى كاع اللي كيسولني عليه مشي عنده اللي بغى العنوان مرحبا مرحبا عطيهم العنوان مرحبا إذا
كما سمعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء مشاهدين قناه مغارب نيوز، كان هذا هو الجديد بطبيعه الحال. وحنا دائما كنحبوا في المنبر ديالنا اننا اي حاله بدينا نتبعوا معها حتى نوصلكم لكل جديد، كل كبير كل كبير وصغيره بطبيعه الحال، حيت المغاربه كيبغوا انك مثلا واحد القضيه مشيتي معها كيبغوك تمشي معها وتتبعها حتى اخر. وحنا بطبيعه الحال اخر حاله هي اننا نجيو ندخلوا مع شيماء ان شاء الله الغرفه ديال العمليات ان شاء الله وتخرج لينا ان شاء الله ونفرحوا بحوايج اختي ناديه. الله يجازيكم بالخير حيت ما عديتش شي حد كما كتعرفوا، راه كعارفه شيماء كتبغي تشوف الناس اللي عزاز عليها الحمد لله، هي كتبغي تشوفهم وهي فرحانه ملي قلتي لي غنجي معاكم العمليه، فرحانه بزاف بك وبالاستاذ يوسف صراحه والله فرحانه. طيب. فرحانه بينا فرحانه بينا نمشي مع العمليه. شوف حنا كنوعدوك ان شاء الله وكنوعدوا المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن اننا ان شاء الله غادي نواكبوا الحاله ديال شيماء. بغيت نقول مرحبا، بغيت نقول الاخوان المغاربه الا كانت شي جمعيه على برا ولا على هنا اللي بغات تكلم شيماء الله يجازيكم بالخير، شي مدخول شهري اللي عنده شي وسيطه يعني راه يدي فيها غير الاجر، راه هنا ما لقيت حتى شي جمعيه اللي تكلم بها باش غندير مشروع ما نقدرش نخليها بوحدها، بغيت شي جمعيه اللي تكلم بها باش تاكل وباش فهمتي، حيت انا بغيت نخدم ولكن ما كاينش اللي غيقابلها ليا، انا بغيت اللي يساعد الله يجازيكم بالخير ياك. اذا استمعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء، كنا معكم في هذا المباشر ديال شيماء الطفله المعجزه اللي كتواصل مع الناس بواسطه الانف ديالها، وبلا شك ان حتى المغاربه اللي ما تبعوش معنا هذه العمليه هذه كنتمنوا منهم انهم يرجعوا المباشر اللي قبل من هذا اللي درنا مع شيماء، وغادي يشوفوا الكيفيه والطريقه اللي كانت كتواصل بها شيماء عبر الانف ديالها مع المتابعين ديالها ومع المشاهدين، غير هذه الناس اللي باقي ما شافوش هذه العمليه دي. وبطبيعه الحال كاين عندها واحد الانستغرام ياك؟ بغات لي تدخل الانستغرام ديالها شيماء الرجاويه 51، شيماء الرجاويه مشروكه، شيماء الرجاويه 51 هذا الانستغرام ديالها، الانستغرام ديالها والتيك توك ديالها، ويا ريت طلعوا لها القناه شويه الله يجازيكم بالخير. وبالنسبه كيقولوا لي الناس ديري لها قناه، باقا شيماء ما اقتنعهاش، باغا شي موضوع بغات تكمل الصحه ديالها باش دير قناه على الصحه ديالها، يعني الناس اللي مرادين بحال الحاله ديال شيماء تعطيهم واحد الامل واحد الطاقه بان راه كاين العلاج، كاين العلاج يعني ما يفقدوش الامل، ما يفقدوش الامل يعني كاين تكون تحدي، تكون تحدي يعني مستقبلا حاليا مازال شويه ان شاء الله. شيماء شنو هي رسالتك للمغاربه اللي كيشوفوا فيك دابا هما داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن، شنو تقولي لهم؟ كنبغيكم قولي لي شي كلمه خارجي لي شي كلمه شيماء. قولي كنبغيكم بزاف بزاف. خارجي لي شي كلمه شيماء. اشنو بغيتي مساعده في العمليه؟ ياك يديها تعطيك الاشاره اللي يديها غادي ديال العمليه قالت باش ما تبقاش تكتب عيات كتعذب الانف ديالها كتمحن شويه. الحمد لله الحمد لله كل شيء من عند الله. اذا ما بقى لنا الا نودعكم على امل اللقاء بكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، هي من هنا من منطقة سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء. بلا شك مرة أخرى تعازينا حارة لأسرة ريان اللي مابقاش فقط خاص بالأم والأب ديالو اللي كنطلبوا لهم الصبر من هذا المنبر، هذا أصبح ابن ديال العالم كله، ابن ديال العرب كلهم، ابن ديال المغاربة كلهم. إذا إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر، على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه. كان معكم مراسل قناة مغارب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.